معكم الدهي معكم ايوب خلفاوي فيديو جديد ان شاء الله. المهم بقيت وين دابا غنمشي شويه لاصال غنضرب الجوج بنانات هادو ها هما وموراها نمشيو نشربو البري ورك اوت المهم ونتحركو لاصال. المهم ان شاء الله غنصور لكم لي زيكزارسيس ان شاء الله اليوم لانتني عندي ان شاء الله اليوم الظهر. المهم خليكم معايا. بالنسبه للدراري كيسولوني فين كنتيني كنتيني دابا في لاصال ديال الحي بادر. المهم مرحبا بكم انت اللي بغى شي حصه مرحبا بكم عيطوا لي في التليفون على راسو العين رصيوه ان شاء الله. كتشوفوا دابا الجو مغيم. المهم ضربت سكوب دابا ديال الواي بروتين هايدرو الهايدرو واي ديال شركه اوبتيموم نيتريشن. اللي بغى يشري شي حاجه يمشي عند بروديت يقول لهم من الطرف ديال ايوب فيت راه غيديروا معاه واحد لا ريدكسيون ودي كادو. المهم خليها بيناتنا الدراري. يلا المهم دابا نخليكم مشيو للدار وموراها نتهاودو نكملوا هذا الفيديو ان شاء الله. يلا خليكم معنا. يعني حنا جينا دابا للدار نجي دابا للدار. المهم تكون دابا دازت 30 دقيقه ناخذ دابا النشويات على راحتنا. المهم انت خليكم معنا الدراري. دابا نهضر لكم شي شويه على المهم على الارهاق العضلي. الارهاق العضلي مهم 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 بزاف لايف كمان الاجسام. لا ضروري 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 اذا كنتي باغي واحد لا ماس مسكولير سريعه واحد النتائج سريعه خاصك ضروري ترهق العضله. وانت في الحصه مثلا العضله العضله راه خاصك ترهقها خاصك تخرج من دكدك خاصك تخرج مفصل هكا باش غتكبر هكا باش غتزيد هكا باش غتزيد لقدام. واخا تكون الماكل على قد الحال هكا غتخلي مساحه باش العضله تكبر وتا باش تحرق الدهون اكثر.
الفوائد ديال شنو بعد هو الارهاق العضلي. الارهاق العضلي راه ماشي هو تلعب التمارين بزاف تبقى تلعب 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 وبزاف ديال الدراري كيدخلوا مثلا الصدر كتلقاه مازال مبتدئ مازال بيغيني وكيلعب 8 ديال التمارين في الصدر وبزاف اصاحبي راه بزاف 8 ديال التمارين في الصدر بزاف. هذاك راه ماشي الارهاق العضلي هذاك راه كتقتل العضله. الارهاق العضلي هو في جوج كلمات الوقت ديال الراحه ما بين سيري وسيري وما بين تمرين وتمرين كيقلال ل 15 ثانيه كادنى حد و 30 ثانيه كاقصى حد يعني ما كتوليش كترتاح بزاف. والناس اللي كيتهنيو معايا والناس اللي كيشوفوا لي فيديو ديالي عارفيني بلي ما كنرتاحش ليه بزاف في المجموعات. وكتشوفوا مثلا داك لي اف بي بي برو وداك اللي عندهم كره تحتيه في الابطال العالميين ديما حنا كنخليو الابطال العالميين كواحد القدوه لينا في هذه الرياضه هذه كنتاسب بينهم منهم. ما كيرتاحوش الدراري بزاف في المجموعات ما كيرتاحوش بزاف ما بين 8 و 8 علاش باش لي فيبر ميسكولير دابا العضله مناش مكونه من خويطات داك الخويطات فاش كتلعب وما كترتاحش كيبقاو مجبدين فاش كيبقاو مجبدين تما فين كتكبر العضله وتما فين فين كتاخذ اقصى حد من الماكله اللي كتعطيها مورا لونطريمون ديالك. المهم الثاني الارهاق العضلي ضروري راه ماشي كديهم مره في السيمانه ولا مره في الشهر خاص ديما. نهار اثنين عندك صدر تمشي ترهق الصدر عندك اليدين تمشي ترهق اليدين عندك الرجلين ترهق الرجلين عندك لي مولي غترهق لي مولي عندك الظهر غترهق الظهر عندك الكتاف غترهق الكتاف. هكا ديما خاصها تكون واحد 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 السيركل ديما كدور في نفس الدوره والدوره اللي الدور تلقاك زايده النيفو على الدوره اللي قبل يعني كل سيمانه كتكون زايده على قبل. المهم الدراري كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ديال الارهاق العضلي راه مهم بزاف لزياده الكتله العضليه في واحد الوقت قصير هي السر ديال الكتله العضليه هي ديك الارهاق. انا بغيت نعطيكم راه واحد اخر راه كيحطها في كتاب وكيبيعها بالفلوس. المهم الدراري هي باش الناس اللي ما عارفينش كيقول لك حقها ما حقها هي باش نوضح لكم هذا. اما بالنسبه للمواضيع العامه وهذا عطا الله فين تقرا عطا الله فين تلقاهم اما شي حاجه ديزاستيس اليوم ماشي حوايج هما صغيرين وبساط ولكن كيعطي واحد فرق واحد تحول سبحان الله اللي هو كبير وكبير بزاف ما كتعرفش بقيمته. الارهاق العضلي من اسرار لعبات كمال الاجسام من اسرار الحصول على 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 عضلات سريعه. المهم الدراري كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ما تنساوش لايك تبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم هكا تدعموني هو البارطاج ديالكم لابوني ديالكم تفعيل الجرس ولايك تهلاو فراسكم ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله في امان الله.